حبيب قلبي، ايه اللي خلاك تسيب النخبه وتيجي هنا؟ انا في النخبه موجود اهو. طب واللي جايبك هنا؟ عند الزميل اهو. زميل سويسري. كيف حالك يا عم؟ اخذ لك بعد الساعات. طيب نخش ركن سويسري الاول. نخش انت شايف نخش ايه؟ خش هنا. ما انا كده كده دخلت قلبك. وهم دول السعوديين العسل. الالماس اللي هو درجة الالماس، لانه في الماس افريقي وفي الماس بلجيكي درجات. طب ايه افضل الماس؟ افريقي معروف. الافريقي ايوه، يعتبر الاغلى كمان. من افريقيا يا جماعه لازم نفرح. طيب عندك الالماس تجيك درجات. تمام. يجيك زي المينا هذه، هذه تعتبر الماس داير ما يدور. الحمرا دي هذه كانت زي هذه قبل الخصم. هذه الميزه اللي فيها انها كل ما طفشت تشوفها تلعب فيها. ترى هذه مش تسوي كل ما طفشت. ايوه تشوف شكلها ان هي قاعده تدور، انت لو طلعت تشوف شكلها. عندنا الان العقد والعقد الساعات السويسري، تاخذ اي ثلاث عطور ب 297 ريال، تنقي ساعه هديه عن طريق الركن السويسري ضمان سنتين. ثاني العرض كده؟ ثلاث عطور 297 ريال، يعني العطر الواحد 99. شرفتونا في نخبه عود فرع سلطانه. زي ما انت عارف عندنا الاعواد وتختلف، في الماليزي، في الكمبودي، في الكمنتان، في اشياء متنوعه كثير. عاد احنا اللي موجود عندنا كله طبيعي زي ما انت شايف. هذا عود كمبودي فاخر، هذا من اوقيه ب 550، معرف بالتايجر، والان عليه عرض تاخذ اوقيه مجانا. تمام. عندك هذا المروكي اهو، وهذا الكمبودي، هذا اقل نوع من ده. شوف هذا صور من جوا كمان ان شاء الله. هتجي منها الوان، في اللون الاخضر واللون الرومانس اللي زي البنيه اللي هناك، وفي منها اللون الاسود، تجي زي كذا. بسم الله يجي فيها ثلاث انواع، معجون وكتين عود ومبثوث، ويجي فيها هنا اربع عطور مع ثلاث مخلطات ودهن كمبودي وعطرين كلاسيك ومبخره بالحجم ده. متابعين الكرام، احبابي في الله، طبتم اينما كنتم. انا وعدتكم اي مكان جميل في مدينه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هجيبه لكم. احنا النهارده في مكان جميل في مدينه الحبيب، الا وهو شارع سلطانه. شارع سلطانه شارع جميل، ممشى كويس، ينفع تقضي فيه وقت كويس، تلف في المحلات فيه، تشوف البرندات اللي فيه. في حاجات جميله جدا زي مكتبه جرير، زي ما انتم شايفين ورايا كده العربيه للعود ونخبه العود، بتشوف الحاجات والساعات برضو السويسري، في حاجات جميله. حبيت اخلي متابعيني على ارض الواقع في هذا الشارع وهذا المكان الجميل من مدينه الحبيب. وقبل كل حاجه، وقبل ما نروح للفيديو، لازم تصلوا وتسلموا على الحبيب محمد. ليه؟ لان القاعده بتاعتنا ابتسم فنبيك محمد. وبينا على الفيديو، اي استفسار تكتبوا لي في الكومنتات، واللي ما اشتركش يا ريت يشترك في القناه ويدوس زر لايك، لان بحبكم في الله، ويا رب يكرمكم جميعا بالقدوم الى مدينه الحبيب. وبينا على الفيديو وابتسم فنبيك محمد. يا طيبة يا نسمة ندية، يا طيبة انت البهية، طيبة تداوي قلب العالي، طيبة تداوي قلب العالي. والقلب والها سلم عالروضة البهية، يا طاير ود الوصية، سلم عالروضة البهية. يا منايا وفكري وروحي، نظرة فيكي تشفي جروحي، زورة ليكي أقصى طموحي. لما طبعا الشارع متابعيني الكرام أحبابي في الله يبعد عن الحرم 10 دقايق. الشارع زي ما انتم شايفين شارع حيوي، كله محلات مطاعم، ما شاء الله، يعني حاجات جميله هتهم كل المتابعين. وانا بنصحكم تيجوا الشارع ده متابعين الكرام، لان الشارع فعليا في محلات جميله هتهمكم وتفيدكم ان شاء الله متابعين الكرام احبابي في الله. وهناخد بدايه جولتنا في الشارع من المحلات الجميله دي، العربيه للعود، نخبه العود، الركن السويسري،
بازل الشاي على الساعات. هناخد جولة سريعة إن شاء الله نبين لكم إيه الحاجات اللي موجودة في الأماكن دي. متابعين الكرام أحبابي في الله، عشان تكونوا على أرض الواقع أحبابي ومتابعين الكرام، زي ما أنتم شايفين. ياريت بس نصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم حبيب قلبي. ايه اللي خلاك تسيب النخبه وتيجي هنا؟ انا في النخبه موجوده. طب وايه اللي جايبك هنا؟ عند الزميل اهو. زميل سويسري. كيف حالك يا عم؟ اخد لك على الساعات. طيب نخش ركن سويسري الاول. نخش انت شايف نخش ايه؟ خش هنا. ما انا كده كده دخلت قلبك. وهم دول السعوديين العسل. بسم الله ما شاء الله. هناخد فكره دلوقتي في الركن السويسري احبابي في الله، ونشوف ايه الحاجات اللي موجوده فيه. انا طبعا من دخله المكان تتخض يعني. نروح عند الرجالي. نروح عند الرجالي احبابي في الله. في اشياء فاخره. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا طبعا واسالوا اهل العلم ان كنتم لا تعلمون. ولبس الجوانت هوت خلاص يعني. خلاص احنا داخلين العمليه. انا جاهز. اتفضل يا باشا عرفنا بنفسك وقول لنا الحاجات اللي عندك ايه. حبيبي اول حاجه احنا الركن السويسري. ايوه بسم الله. حبيبي اول شيء شرفت ونورت السعوديه عند اخوانك، واحنا موجودين هنا بالركن السويسري. ساعاتها كلها سويسريه ما شاء الله. تختلف عندك قسم الالماس وعندك قسم الزركون، الفرق شيء واحد، الفرق اللي هو الشكل بس. عندك المونتانا الشكل السداسي هو اللي يتميز اكثر مبيعا عندنا. نطلع منه ديزاين رولكس اللي هو اكثر الناس والتقليدي عند الناس كله الشكل. تطلع منه يجيك ديزاين كارتير اللي هو الستيل نفسه، الناس اللي يحبون الرسمي ويحبون الكاجوال بنفس الوقت. تمام. عندك الشكل هذا. نطلع منه للالماس. عندك قسم الالماس هنا الدايموند. طبعا الماس افريقي درجه الالماس اس اي، يعتبر من الاغلى والاجود. الاس ايوه اس اي. عندك هو ده لا درجه الالماس اللي هو الدرجه حقت الالماس، لانه في الماس افريقي وفي الماس بلجيكي درجات. طب ايه افضل الماس؟ افريقي معروف. الافريقي ايوه يعتبر الاغلى كمان. طبعا احنا من افريقيا يا جماعه لازم نفرح. طيب عندك الالماس تجيك درجات. تمام. يجيك زي المينا هذه، هذه تعتبر الماس داير ما يدور. هذه كانت الساعه قبل الخصم كانت ب 6700. 6700 ايوه ريال سعودي. الحين ب 2690. 2690 ما شاء الله. هذه الجي اف اللي هي تعتبر 2690 اضرب في 18 دلوقتي المصري فياخد عدد كبير يعني. بص بلاش تعب اعصاب. بس ب 100000 ب 100000 عندك الفريزاتشي اللي احنا. طبعا يا جماعه الحاجات طبعا احنا تعودنا ان الحاجه القيمه ثمنها فيها والغالي رخيص يعني عليك، لكن انت تسال على الضمان كمان. تمام. هو الضمان هو اللي يفرق بين الناس. زي احنا محل الساعات عالم الساعات تلقائي. طب انت تنصح اي حد بايه حاجه كويسه في متناول الجميع؟ حلو الزركون. الزركون من ناحيه حاجه رجالي وحاجه حريمي. طيب عندك الرجالي الناس اذواق، لكن انا اعطيك الاشياء اللي تمشي اغلبيه الناس يلبسونها. تمام. عندك الدايموند هير بالشكل هذا هو الدارج والكاجوال اكثر شيء. هذه توصل لك سعرها ب 700، كانت ب 1767، الحين ب 725 ريال. تمام، وضمانها ايه بقى؟ ضمانها سنتين على اللون، على البطاريه، على الماكينه، على دخول المويه. دي الاكثر مبيع. ايوه، وعندك الستايل اللي احنا تميزنا فيه. تمام. درجه الطلاء اللي هو 316 النوع ستايل ستيل. ما شاء الله. هذا الشيء اللي يميزنا عن غيرنا. تمام. هذا الرجالي. طيب الحاجه النسائي بقى؟ طيب النسائي ما ننسى معاهم عندهم عندنا مجوهرات كمان لهم الماس. غير الساعات. هنا المجوهرات النسائية. ما شاء الله. هذه كلها ألماس مطلية. ألماس؟ أيوة مطلية. تمام. ورينا كده حاجة فوق. طيب عندك أول حاجة الأساور. هذه أساور مطلية وفيها حبوب ألماس. اللي هي الألماس حتكون لك هذه. تمام. هذه حتوصل لك سعرها من 800 إلى 375. تمام. والضمان سنة، لو طاح الألماس اللي فيها نرد لك. ما شاء الله.
وعندك الساعات هنا تطلع لك في عطور برضه. ايوه عطور هذه فرنسيه كلها ان شاء الله تختلف البراندات. طب عندك احسن ولا نقطه العود؟ تبغى الصراحه كل واحد يتخصص باللي عنده. انا كتخصص عندي ساعات صح كده. العطور عنده هنا قسم الالماس للنساء. ايوه النساء عندك زي اقرب شيء هذه هذه تعتبر فل الماس. هذه كانت ب 24000 بعد الخصم 60% توصل لك ب 9660. هذه تعتبر فل الماس ما شاء الله. طبعا السويسريه ضمان الالماس 5 سنين لو طاح حبه واحده منه. حبه واحده تطيح؟ لو تطيح 10 حبات احنا نرد لك على الضمان بدون ما تجيبها لنا ما شاء الله لمده 5 سنين ما شاء الله. هذه ب 9000 لكن في ب 1300. كل ما زاد الالماس في الساعه كل ما زاد سعرها. خلينا كذا الحمره دي. طيب زي هذه جلد. هذه الميزه اللي فيها انها كل ما طفشت تشوفها تلعب فيها. ترى هذه نمت على وش تسوي كل ما طفشت. ايوه تشوف شكلها ان هي قاعده تدور. انت لو تلاحظ تشوف شكلها. هذه الماس حتى اللي جوا العقارب الماس ان شاء الله. هذه كانت ب 10000 بعد الخصم توصل لك 4800 ان شاء الله. الله يبارك عمي. اللهم امين. هذا قسم الالماس. نتجه لقسم الزيريكون. هذا كامل الماس. عندك هذا الشكل ب 1390 1390. ايوه لان الالماس فيه نوعين، في الماس متقطع وفي الماس كامل. عندك هذا الالماس الكامل. هذا الماس الكامل. هذا الماس داير ما يدور. ما شاء الله. وهذا الالماس المتقطع اللي يجيك جزء 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 جزء. ما شاء الله. هذا الجميلة ما شاء الله. هنا توصل قسم الزيريكون. هذا اللي متناول الجميع ده. ايوه الفرق شيء واحد تمام. الالماس ينباع معك، الزيريكون زين ما ينباع معك. ايوه لانه الالماس معاه شهاده تمام، الزيريكون معاه بطاقه ما شاء الله. عندك الدايموند هيل تعتبر من اكثر مبيعا عندنا كشكل. هاي توصل لك سعرها من 1150 الى 570 ما شاء الله. هذا سعره. الله يبارك عمي. اللهم امين يا حبيبي. حبيبي يا عمي. الله يسعدك. ان شاء الله. حياتي مينا متابعة الله يبارك عمي. تشرفنا فيك يا عمي. الله يزيدنا شرف جيتك يا حبيبي وتشرفنا فيك عند اخوانك. حبيبي. والمحل محلك طيب. حبيبي يا باشا. دي كانت جولة في محل الساعات يا جماعة. حاجات جميلة ما شاء الله ودايما الغالي رخيص ودي قاعدة لازم تبقى عند الكل. هنروح دلوقتي بقى عند ايه؟ العشق الجميع. هندخل برضو لفة في بازل. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم. دي والله عندي في السيارة ما شاء الله تبارك الرحمن. ازي اخبارك يا عم؟ طمنا عليك. امورك طيبة؟ ماشي. هناخد من وقتك دقيقة بس. ما عندك مشكلة. تعرفنا بقى الحاجة اللي عندك وتنصح فيها اي حد جاي ياخذ ليه او لحبايبه. طيب احنا شركه بازل شركه مستوحاه العطورات العالميه شانيل ديور لانكوم باعلى انتاج واقل تكلفه. عندنا الان العرض وعرض الساعات ركن السويسري. تاخذ اي ثلاثه عطور ب 297 ريال تنقي ساعه هديه عن طريق ركن السويسري ضمان سنتين. ثاني العرض كده ثلاث عطور 297 ريال يعني العطر الواحد 99. الثبات قد ايه من 6 ل 12 ساعه بالنسبه للكلاسيك. تمام. الانتنس اعلى تركيز من 12 الى 20 ساعه 139 ريال. 139 ريال. ايوه وهنا الكلاسيك 99 ريال. 99 ريال من 6 الى 12 ساعه. مو اقل من 6 ساعات ولا زياده عن 12. طب هل في صدق لما يقول لك 72 ساعه؟ تعال تعطر وشوف كيف الثبات ده وبعدين تعال. لا في فعلا الكلام ده لان بنروح محلات بيقول لك في ثبات 72 ساعه. صح. في يعني. في ثبات 72 ساعه بس احنا هنا بالنسبه لجوده العطر نهتم فيها بزياده. قلنا هنا العرض اللي موجود هنا هذا الساعات نقي ساعة مقابل 297 ريال. وهذه انواع العطور الكلاسيك هذه الصفرة كاملة. هنا الجلود العود الاخشاب. طب ايه اللي اكثر مبيعا؟ اكثر مبيعا عندنا كمبري لذر تبع توم فورد. تحط علي يا عم سلوك الورقة ده ما عندك مشكلة. انتهز الفرصة. في عندنا كمان غير العطور عندنا عطورات شعر. شعر. شعر 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 عطرة الشعر هذه 30 ملي 79 ريال الان العرض. 9 79 ريال.
طب ايه الاقصى مبيعا؟ نساء رجالي. نساء ورجال. طيب نسائي عندنا سكاندل جامبوتي. تمام. اسمه ايه؟ جامبوتي سكاندل. كونه طبعا انا حبيت اتعطل. الاكثر مبيعا نسائي بقى سكاندل جامبوتي. هو لا هيعطل من النسائي. هتعطل مكانكم هقول لكم. بسم الله. صارت لك الريحة؟ عسل وبرتقال. بعد كده رجالي. الرجال اتفضل هنا. سترونج وذ يو. وصلوا سلموا على سترونج وذ يو هنا. ارمني على هيل. دي الاكثر مبيعا. اكثر مبيعا الرجال اكثر مبيعا النسائي. بكم سعرهم بقى؟ 99 ريال. 99 ريال تاخذ ثلاث حبات. ده عليهم العرض ولا لا؟ اللي معاهم العرض. تاخذ ثلاث حبات تختاروا. ساعة مقدمة من سويسرا. ساعة سويسرا يا جماعة. هنا في بازل في شارع سلطانة 10 دقايق من الحرم. وصل لكم الموقع برضه وموقع تاني. بعد كده نروح فين؟ في نقطة العيد. يلا نقطة العود. العود. العيد برضه هجيبنا العيد. وبعد ما خلصنا الركن السويسري ورحنا بازل هروح بقى ايه؟ لمعشوق الجميع بقى العود بقى والبخور وطبعا الحاجات دي موجودة يا جماعة في الشارع والشارع زي ما انتم شايفين الشارع جميل وهنا بقى في عرض 70% هنشوف ايه الحاجات اللي موجودة متابعين الكرام احبابي في الله اللي هي على 70% دي ما شاء الله تبارك الرحمن بسم الله ما شاء الله السلام عليكم السلام كيف حالك عم الحاج السلام عليكم كيف حالك عم الحمد لله اخبارك ايه من فين في مصر فين في الشرقية؟ طب ما انا سالتك اهو بس جاوبني بس انت الاول مزازيق جار يا جماعه اهو ايه البلد اللي بعد بعدك لا الناحيه الثانيه هنكتب لكم في اول تعليق بسم الله الرحمن الرحيم هنا يا جماعه دخلنا نخبه العود ما شاء الله هنشوف ايه العود اللي موجود هيعرفنا انت ولا هو بقى ها؟ ريان ريان هيعرفنا الحاجة اللي عنده وهيعرفنا بنفس الأول وبعد كده هيعرفنا بالحاجات الموجودة بقى أصلية مش أصلية تعرف العود الأصلي إزاي يعني هيعرفنا بالخبير اللي عنده أهلا وسهلا بكم شرفتنا في نخبة عود فرع سلطانة زي ما أنت عارف عندنا الأعواد وتختلف في الماليزي في الكمبودي في الكمنتان في أشياء متنوعة كثير عاد إحنا اللي موجود عندنا كله طبيعي زي ما انت شايف ده اسمه ايه بقى هذا عود كمبودي فاخر تمام او معرف بالتايجر تمام هذا من اوقيه ب 575 والان عليه عرض تاخذ اوقيه مجانا تمام عندك هذا المروكي اهو وهذا الكمبودي هذا اقل نوع من ده شوف هذا صور من جوا كمان ان شاء الله وهذا الكلمنتان سعره ايه ده بقى؟ ده 350 ريال 350 ريال الوقية اي نعم وتاخذ وقية هدية وهذا المليزي ده المليزي اي نعم سعره ايه بقى؟ هذا 460 460 ريال اي نعم وهذا السوبر هذا كمبودي سوبر هذا ب 804 ريال 804 ريال نعم عندك عدد الانواع متنوعة بس العرض وقية زي الوقية اي العرض وقية على وقية مجانا عندك العطور بضع عليها تخفيضات من 10 الى 50% تقريبا في 195 اكثر العطور مبيعا اكثر العطور مبيعا تبقى حاجه ثقيله ولا خفيفه يعني تكون جميله تكون جميله في عندك مثلا مكارم عليه خصم الان نازل ب 295 شو تفضل الريحه دي تفضل وده الاكثر مبيعا هذا الاكثر مبيعا بكم ده ده ب 295 295 كان الاول بكم الاول كان ب 490 ريال تمام ايه ثاني بقى في حاجات في حاجات ثانيه في عندك مثلا ليس بوكيه برضه بينزل من 240 الى 110 ان شاء الله نحن عندنا ترى الاسعار من كل الفئات في 110 في 90 في 70 في 200 عاد عندك وتخش على البوكسات على البخور يعني بوكس زي دي كده زي ده شوف يجي بمعلقة باكج يعني كامل متكامل
الباكج ده بقى فيه ايه؟ ده فيه له معجون. ده كامل كده. ده كامل ب 130 ريال. 130 ريال في بقى. وفي بقى زي كذا مثلا على 90 ريال. سلامة بهدلة شوية يعني. 90 ريال. إن شاء الله. في عندك 20 نطات وبوكسات. طب مثلا بوكس عندك ده ورينا مكوناته. زي هذا يجي منه عود بطر وبخور ومعجون. بخور ومعجون. ويجي معاه مخلطات. مخلطات. بكم ده بقى؟ ده نازل من 800 ريال إلى 435. 435. نعم. وعندك زي هذه. هذه تيجي وقية عود خشب. تمام. ويجي فيها دهن ب 225. إن شاء الله. شكل العلبة ما شاء الله تبارك الرحمن. دي تيجي دهون بس. دهن بس بدون عطور. ب 293. ب 293. في زيها بس تجي يعني نفس الشكل تقريبا نفس البوكس. شوف زي هذا مثلا ان شاء الله بس يجي فيها بخاخ عطر ان شاء الله. الله يبارك لك. اللهم ده نازل من 1700 الى 550 ريال. 550 ريال دلوقتي يعني. ده فيه بقى ده فيه وقيتين عود في دهن عود كمبودي صافي ومسك ورد ومعه مبخره. ثاني كده وقيتين عود. تمام. مسك ورد دهن كمبودي ومبخره ده ب 450 ريال. وعندك زي هذه برضه ب 620 ريال. في منها هذه كمان شوف هاي تتكون عاد من 3 عطور ومعجون ومبثوث وقيتين عود كمبودي ما شاء الله. اهلا حبيبي. اهلا وسهلا. اللهم امين وياك. عاد في حاجه فاخره في زي كذا مثلا بس هذه نزل من 1900 ريال الى 1700 ريال. عاد تجي منها الوان في اللون الاخضر واللون الرومانسي اللي زي البنيه اللي هناك وفي من اللون الاسود تجي زي كذا. يجي فيها ثلاث أنواع معجون وقتين عود ومبثوث. ويجي فيها هنا أربعة عطور مع ثلاث مخلطات ودهن كمبودي وعطرين كلاسيك ومبخرة بالحجم ده إن شاء الله. اللهم أمين وياك. أهلا وسهلا ونورتونا. وإنسان أنت ما شاء الله عليك. عاد إحنا سوينا قبل كده فكرة صح؟ صح. حبيبي عم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. متابعين الكرام احبابي في الله دي كانت جوله سريعه في شارع من اهم الشوارع في مدينه الحبيب وهو شارع سلطانه. في حاجات كتير برندات ومطاعم وكافيهات ومحلات ملابس ما شاء الله. طبعا احنا مش لفيناه كله ولكن انا بحاول زي ما وعدتكم اي حاجه في مدينه الحبيب هحاول اجيبه لكم. الحاجه دي بتهمكم طبعا ان انتم تكونوا عارفين مدينه الحبيب ازاي، ايه اللي فيها، ايه المناطق اللي ممكن تروحوها وتفيدكم. طبعا هنا الحاجات كلها جميله ما شاء الله، كل حاجه في مدينه الحبيب جميله احبابي في الله. فهي مدينه رسول الله طيبة طيبة. يا ريت ما ننساش نصلي ونسلم على الحبيب. واللي ما اشتركش يشترك في القناة. وقبل كل حاجة نصلي ونسلم على الحبيب أحبابي في الله فهو طب القلوب ودوائها. استودعتكم الله. وأي استفسار تكتبوا لي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله.